بتاكل ازاي بالبق ده؟ دي بقت شبه زكية زكريا الخالق الناطق، خدت كل بق الناس وحطته في بقها، والكل مستغرب ايه اللي عملته في نفسها ده. حالة جدل كبيرة عملتها البلوجر تغريد محمد الشهيرة بلوبيا على التيك توك بسبب ظهورها بشفايفها منفوخة. جرأتها في كل الفيديوهات حاجة، وظهورها بشفايف منفوخة ودتها في حتة تانية خالص، ودي اللي كانت لوبيا عايزاه. يا ترى ليه عملت كده؟ وهل قصدها إثارة الجدل، ولا هي حابة شكلها كده؟ وليه الكل بيهاجمها؟ وازاي شكلها ده خلاها تبطل تظهر للناس في اللايفات على التيك توك؟ تغريد نفخت شفايفها ازاي؟ هل بالمكياج ولا عملت عملية تجميل؟ مش هتصدق اللي عملته علشان الفلوس والمشاهدات. لا بقت تعرف تتكلم ولا تاكل ولا تشرب ولا تعمل فيديوهات زي الأول، وشفايفها بقت بالونة وسط وشها، وقالت هي ضربت. لوبيا مستعدة تعمل أي حاجة علشان الفلوس والمشاهدات تزيد، والحقيقة محتواها ما يقلش في الجراءة عن التيك توكرز كتير على التيك توك، رقص وحركات غير أخلاقية ومفيش تجديد عندها، ولما حبت تجدد وتعمل قلبان خدت القرار ونفخت شفايفها. لوبيا ظهرت في فيديو شكلها غريب على غير العادي اللي المتابعين متعودين عليه، والكل كان مستغرب هي عاملة كده بالمكياج زي كتير ما بيعملوا، إنهم يكبروا أو يصغروا شفايفهم، يوسعوا أو يضيقوا العيون وهكذا. لكن اتضح إنها عملية، لوبيا عملت عملية في شفايفها. البعض هيشوف إنها مش عملية قوي وكتير بيعملها، لكن ظهورها بالشكل ده زي زكية زكريا صدم الجمهور، والبعض قال إنها فلتر، لكن هي ردت عليهم بالصوت والصورة ووريتهم مكان الفيلر، وبقت تضغط على شفايفها علشان تثبت لهم إنها عاملة فيلر. ولما ظهرت في الفيديو تحت عنوان أسفة يا دكتور، وقالت أمي قرفانة مني من امبارح مش عارفة يا ربي في إيه بجد، وندت بعلو صوتها على أمها بتسألها وانت قرفانة مني ليه؟ قالت لها هو إيه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ لوبيا قالت لها ده فيلر. أمها اتريقت عليها وقالت لها ولا فيلر ولا ميلر، انت خدتي كل البق الناس وحطتيه في بقك، انت بتاكلي ازاي بالبق ده؟ وعلشان تبين ان الموضوع سهل وبسيط وانها مبسوطة، قالت ان الفيلر ده جامد، وشربت مية من الازازة قدام الكاميرا وفتحت بقها جامد. بس قالت انها لما بتاكل الاكل بيقع عليها من كل حتة، بس هو يوم واحد وهتقدر تشوف النتيجة اللي هي واثقة فيها انها هتكون مبهرة ليها وجبارة، وان نفخ شفايفها بالطريقة دي علشان بعد الحقن على طول، فده طبيعي وكلها يوم، وهتوري الجمهور شكل شفايفها المثالي. ولكن اليوم شكله مش بيعدي، وده اللي لاحظه الجمهور علشان مستنيين يشوفوا النتيجة. الغريب ان لوبيا ما اختفتش عن الظهور لحد ما شكلها يرجع طبيعي، وحبت الهجوم عليها والتريقة على شكل شفايفها. ولما ظهرت في فيديوهات بعد العملية قالت فكنا من شكل الفيلر، لان انا شفايفي مش محتاجة فيلر وانا عملته، وكلها يوم وشفايفي هتفس. لوبيا ظهرت بتحط مكياج وروج على شفايفها علشان اللوك يكمل والشفايف تكبر اكتر، ودهنت بزمة علشان يبان في سحنتها زي ما قالت. غير الفيديو اللي ظهرت فيه بتتريق على رد امها وانهم لازم يقطعوا النت اللي بوظها ده، والحقيقة ان كل المتابعين كانوا مع رأي امها وكانوا قرفانين من شكلها واللي عملته، وقالوا لها ممكن نعرف عاملة الفيلر فين؟ بعد إثارتها للجدل دي، لوبيا قررت إنها تعزل لايفات التيك توك، وهتبطل التحديات والأحكام اللي كانت بتعملها مع زمايلها التيك توكرز، وقالت إنها خدت القرار ده مرتين قبل كده وكانت بترجع في كلامها، لكن المرة دي حبت توثق اللحظة علشان تقدر تعملها ومش هترجع لايفات تاني. هي شايفة إن ده من أصعب القرارات اللي ممكن تعملها في حياتها، وبقالها شهور عايزة تاخده مش عارفة، وبقالها شهر بتفتح لايفات من غير أحكام، وده اللي هتستمر عليه. فيا ترى شايفين اللي هي عملته دي حرية شخصية، ولا طالما بتظهر للجمهور لازم تحترم ده ومتحاولش تثير الجدل وتعمل مشاهدات بالطريقة دي؟